حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ مشاهدينا من موقع الهيانت. دعوى قضائية ضد شركات أمريكية مولت ميليشيا جيش المهدي بالعراق. وفي المدى المخبر السري قانون عراقي تسبب بالفواجع. نقرأ في القدس العربي: هيئة النزاهة العراقية سرقة وهدر المال العام في شركتين حكوميتين. في دالي ميل: بلير أمر بحرق وثيقة سرية تؤكد عدم قانونية حرب العراق. في فاينانشال تايمز: استقالة حمدوك تحرم الجيش من الغطاء المدني وتتركه في مواجهة الشعب. نقرأ في العربي الجديد: تطورات كورونا، ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في دول الخليج. أخيرا في الجارديان: فنانون ومثقفون يقاطعون مهرجان سيدني 2022 احتجاجا على دعم إسرائيل له. نبدأ مشاهدينا الكرام من تساؤل للكاتب مكي نزال في مقال له بصحيفة الميثاق الوطني. تساءل: متى ستتشكل الحكومة؟ ومن سيشكل الحكومة؟ أهي حكومة أغلبية انتخابية أم هي حكومة توافقات سياسية؟ هذه الأسئلة وغيرها يتداولها الإعلام بعد كل انتخابات، مع أن العراقيين يعرفون لها جوابا واحدا، هو ما نسميه عمية حكومة باللهجة المحلية العراقية. حكومة أقلية، لأن من يشكلونها هم الذين خسروا الانتخابات بنسبة تجاوزت 80% بأفضل أحوالها طبعا، وهم بذلك أقلية اغتنمت فرصة السيطرة الخارجية على مقدرات العراق وصمت العالم بدوله ومنظماته التي تلاعبت بالألفاظ لكي تمرر هذا الوضع العجائبي، على وفق تعبير الكاتب، الذي لم يحصل فقط في الدول مهما كانت متدنية، لم يحصل أبدا في الدول مهما كانت متدنية المستوى. بمصطلحات جديدة على السياسة، ظهرت هذه الطبقة التي تمثل منبع البلد لتشطب الأغلبية الساحقة بين مزدوجين الشعب، وتتقاسم المناصب والمقاعد بما يمكن أن نسميه أغلبية الأقلية وأقلية الأقلية. يساندها في ذلك نظام عالمي مستهتر بحقوق الشعوب ومنظمات أممية خانعة بات دورها ترتيب الطاولة لجلوس الاحتلال وأذرعه الداخلية والخارجية ليرسموا الخط البياني لمآلات الأوضاع في العراق، وهو الخط المنحدر للحضيض في كل مرة. الصورة الواضحة لما يجري هي أن هنالك تفاهمات مطلوبة لتشكيل ما تسمى الحكومة بين أطراف الأقلية الفائزة، ومن وراء هذه الأطراف محركو الدمى في واشنطن وطهران، اللتان قد تنصحان بظهور وجوه جديدة ترتدي أقنعة ضرورية بمسميات تذر الرماد في العيون، مع بقاء السيطرة، كل السيطرة، لمن جاءوا على ظهر الدبابات الأمريكية والبريطانية ولو من وراء ستار إذا اقتضى الأمر. مسميات تحمل اسم ثورة تشرين أو جيل الشباب أو قوى الإصلاح إلى آخر ذلك من مسميات ومن تشويه للحقيقة المرة، التي مفادها أن الوضع سيبقى على ما هو عليه منذ 19 عاما من الضيم والقهر والقتل والاستبداد وسلب الأرواح والكرامة. أضاف الكاتب: هناك تفاهمات وطنية يقودها عراقيون أحرار ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عودة العراق إلى موقعه الطبيعي السامي، وهؤلاء الأحرار يعملون بجد على لم شمل العراقيين جميعا تحت راية الوطن الذي يستحق أن يقود لا أن يقاد. إن الميثاق الوطني العراقي بأطرافه ومكوناته يسابق الزمن لجمع كلمة العراقيين على طريق الخلاص، الذي تتمثل خطوته الأولى بالوعي لأهمية التكاتف ونبذ المشاريع الخارجية التي باتت معروفة بالرغم من المليارات التي أنفقت لتمريرها.
في موقع الهيئة نت كتب أيمن العاني مقالاً بشأن التوظيف الإجرامي المستمر للسلطة ومجزرة جبلة نموذجاً لهذا التوظيف، فنتابع التفاصيل. بحسب أقرباء الضحايا فإن الجريمة جرى الإعداد لها مسبقاً عقب نشوب خلاف عائلي بين المجني عليه الذي لم يكن مطلوباً للقضاء وليس عليه مؤشر أمني من جهة، وبين صهره المدعو شهاب الضابط في مديرية مكافحة المخدرات من جهة أخرى. وبعد تهديد ووعيد تلقاه المجني عليه من قبل الضابط المذكور، وهنا بدأ التوظيف الإجرامي للسلطة، جرى تلفيق تهمة للمجني عليه بأنه تاجر مخدرات، وبدون أمر أصولي يقضي بإلقاء القبض تم استدعاء قوة كبيرة من بغداد التي تبين فيما بعد أنها قدمت بلا تنسيق مع قيادة العمليات في بابل أو قيادة الشرطة فيها لمحاصرة منزل المجني عليه الذي رفض تسليم نفسه لعلمه المسبق باستغلال صهره منصبه ومحاولاته الضغط عليه لإجباره على الرضوخ لرغباته الشخصية. ومباشرة فتحت القوة المهاجمة نيران أسلحتها التي كان من بينها قذائف تخترق الجدران وتنفجر بالداخل، الأمر الذي تسبب بمقتل 3 ضحايا عن طريق إصاباتهم بالرصاص، و17 الآخرين فارقوا الحياة متكدسين في مكان واحد متأثرين بعصف الانفجار بعد إصابة الغرفة التي كانوا فيها بقذائف صاروخية تخترق الجدران لتنفجر بالداخل. وهذا ما أظهرته الصور والمشاهد التي نشرت من داخل منزل الضحايا بشكل واضح، حيث كمية الأتربة وأحجار الجدران المتناثرة التي تغطي جثث الضحايا والحال الذي آل إليه المنزل بعد الهجوم يدلل على نية القتل مع سبق الإصرار والترصد من قبل الجناة. أضاف الكاتب أن هذه المجزرة ربما سيشملها النسيان الذي تضيع معه الحقوق كسابقاتها، قتل مئات المتظاهرين، فاجعة العبارة في الموصل، ضحايا حرائق مستشفى ابن الخطيب والناصرية، والتفجيرات الدامية في بغداد، والمجازر في نهر الإمام والفرحاتية والبدور والإسحاقي وجرف الصخر. القائمة تطول، وتدل الشواهد على أن هذه الجريمة اقترفت على وفق رغبة ثأرية خاصة قد اتخذت من ملابسات الوضع في المنطقة وتوجهات القوى الأمنية ذات البعد الطائفي ذريعة لتنفيذ هذه الجريمة الدموية البشعة. المخبر السري قانون عراقي تسبب بالفواجع، هذا تقرير نشرته صحيفة المدى بشأن الموضوع، إذ بدت تفاصيل فاجعة محافظة بابل بدأت تتكشف أمام الرأي العام وسط مطالبات بإنزال أقصى العقوبات بحق المتورطين بها، وسط دعوات أيضا إلى إلغاء قانون المخبر السري الذي تعمل على وفقه بعض القوات الأمنية. سلطت تلك الواقعة الضوء مجدداً على نظام المخبر السري الذي بدأ العمل به خلال السنوات الماضية كأحد أساليب تحصيل المعلومات الأمنية بمنح مكافآت مالية للأشخاص الذين يقدمونها. وعادة ما تتبنى قوات الأمن هذه المعلومات في التحرك ضد الأشخاص الذين يستهدفهم المخبر السري، وتسببت تلك الوشايات بزج عشرات الآلاف من الأشخاص في السجون خاصة في المدن التي شهدت الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، فيما استخدمها آخرون لأغراض شخصية أو في حالة الانتقام من الخصوم. وأعلن القضاء العراقي خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على بعض المدن إحالة نحو 500 مخبر سري إلى القضاء بتهمة البلاغ الكاذب. ولا توجد أرقام رسمية بشأن ضحايا نظام المخبر السري في العراق، لكن السياسيين وحقوقيين يتحدثون عن عشرات الآلاف من الذين تم الزج بهم في السجون بسبب المعلومات التي قدمها مخبرون سريون، فيما شدد القضاء العراقي مؤخراً على ضرورة عدم التعاطي مع تلك المعلومات. يجب إعادة النظر بكل الذين صدرت بحقهم أحكام طويلة أو قصيرة الأمد،
إثر وشاية من المخبر السري، لأنه خلق فجوة بين مكونات الشعب العراقي وحالة من الفتنة والنفاق، وأجج الوضع في بعض المناطق. ولم تكن حادثة بابل الأولى التي تسببت بها البلاغات الكاذبة، وإنما هناك كثير من الجرائم والأحداث التي شهدها العراق تسببت بها بلاغات غير صادقة. تصل تلك البلاغات إلى القوات الأمنية التي تتحرك نحو اعتقال الأشخاص المعنيين وزجهم في السجون، وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة لحين عرضهم على القاضي، على حين يحتاج وصولهم إلى المحكمة عدة أسابيع أو أشهر، بينما تتحدث تقارير عن وجود بعض المعتقلين لم يعرضوا للمحاكمات منذ سنوات. توني بلير أمر بحرق وثيقة سرية تؤكد عدم قانونية حرب العراق، فقد تعززت حملة تجريد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير من لقب الفروسية، بعدما زعم مدمرا من وزير دفاعه عن دوره غير القانوني في الحرب على العراق في عام 2003. كشف وزير الدفاع الأسبق جيف هون في كتاب أصدره ونشر الديلي ميل مقتطفات منه الثلاثاء أن بلير أمره بحرق مذكرة سرية تقول إن غزو العراق عام 2003 قد يكون غير قانوني. وظهر ادعاء هون في عام 2015 ووصفه بلير حينها بالهراء، لكن هون الذي كان مسؤولاً عن الدفاع عندما بدأت الحرب يصر على أن المزاعم كانت صحيحة. وقد قدم الآن رواية مثيرة عن المذكرة التي جرى إخفاؤها، وقال هون إنه بعد كشف محتوى الوثيقة المذكورة أمر بلير بحرقها، لكن وزارة الدفاع تحدت قرار رئيس الوزراء حينها من خلال إيداع المذكرة في خزنة بدلاً من حرقها. وتقول الوثيقة إن بلير وقع صفقة دم مع جورج بوش لدعم الحرب قبل عام من اندلاعها. كما تتهم المكتب الصحفي رقم 10 التابع لرئاسة الوزراء بالوقوف وراء تقارير سيئة السمعة والتي بالغت في التهديد من جيش صدام حسين. وعبر هون عن صدمته عندما طلب منه تدمير نصيحة سرية من المدعي العام اللورد جولد سميث بشأن شرعية الحرب في الفترة التي سبقت القتال. وتكشف الوثيقة أن جولد سميث قال إن الحرب يمكن أن تكون غير قانونية، وكان تقرير جون شيلكوت رئيس اللجنة البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف وملابسات التدخل البريطاني في حرب العراق، قال عام 2016 إن توني بلير اختار الانضمام إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية قبل استنفاد جميع الخيارات السلمية لنزع السلاح. هذا وجاءت هذه المزاعم في الوقت الذي اقترب فيه بعض الأشخاص الذين وقعوا على عريضة تطالب بإلغاء وسام الفروسية من بلير، وهو أقدم وسام الفروسية في بريطانيا، إذ يقولهم إن بلير ظل على الوزراء والبرلمان والجمهور لدعم حرب عدها كثيرون غير قانونية وجريمة. تحت عنوان الضغوط تتزايد على الرئيس التونسي لإنقاذ الاقتصاد، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عدته من تونس مراسلتها فيفيان يي، ذكرت فيه أن قيس سعيد وعد عندما استولى على السلطة في شهر تموز يوليو بمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولكن التونسيين لا يزالون ينتظرون. ارتفع سعر كل شيء من البيض واللحم إلى الخضروات، يبدو وكأن وحشا قادما، وهذا الوحش هو تهديد الانهيار الاقتصادي، والذي وعد الرئيس عندما استولى على السلطة بمنعه. وبرر سعيد تحركه في تموز يوليو بوقف البرلمان ومراكمة السلطة بين يديه بناء عليه، وفي الوقت الذي يقود سعيد البلد باتجاه الحوار الوطني والاستفتاء الدستوري بشكل يعزز من حكمه الدكتاتوري، كما يقول النقاد، فإن الضغوط تتزايد عليه للوفاء بوعده. والسؤال هو إن كانت لديه القدرة على إنقاذ اقتصاد البلد.
وتعاني تونس من الدين وتواجه منذ سنين عجزا في الميزانية وسوء الإدارة وتبعات وباء كورونا، وأعلنت الحكومة أنها قد تقترض حوالي 7 مليارات دولار هذا العام، وللحصول على المال يجب على التونسيين البحث عنه في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي سيطالب مقابل المال بإصلاحات اقتصادية مؤلمة وإجراءات تقشف. وقد يؤدي هذا للمس برواتب قطاع واسع من التونسيين والتأثير على الدعم الحكومي في وقت ترتفع فيه فواتير الكهرباء والمواد الأساسية في تونس، وهي صيغة ستؤدي لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات. هذا وقال طارق الكحلاوي المحلل السياسي التونسي: سيكون عاما صعبا لن تحظى بشعبية مهما كان الأمر. وأيضا حث المانحون الدوليون قيس السعيد بالعودة بالبلاد إلى النظام السياسي الذي يسعى الجميع والحكم الذي يسعى الجميع والعودة أيضا إلى الحكم الدستوري، ولكن عندما يتعلق الأمر بخريطته السياسية فالتونسيون يعيشون حالة انتظار غير مريحة. من نيويورك تايمز إلى صحيفة فاينانشال تايمز التي ذكرت أن قرار عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق الاستقالة من منصبه يترك الجنرالات من دون حكومة مدنية. ففي تقرير عده ديفيد بلينغ قال إن حمدوك الذي عين أول مرة رئيس الوزراء بعد ثورة عام 2019 اعتقله قادة الجيش في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي ليعاد إلى منصبه من جديد ثم ليستقيل بعد 6 أسابيع على خروجه من الإقامة الجبرية تاركا الجنرالات يواجهون أزمة دستورية. قال أمجد فريد المساعد السابق لحمدوك إن استقالة الأخير تضع الأمور في سياق أوضح، لأنها ستضع الجيش في مواجهة مباشرة مع المدنيين. وأضاف أن الجيش قد دفع بكل المدنيين إلى خارج الحكومة. واعتبر فريد أن الجيش لا يستطيع حكم البلاد بدون خريطة تؤدي إلى الحكم المدني، وأشار إلى أن الشعب السوداني يخرج يوميا إلى الشارع للاحتجاج ضد الانقلاب، ولا مكان للاستقرار أو طريقة لحكم البلاد. وعبر المتظاهرون عن رفض لهيمنة المؤسسة العسكرية المتهمة بالفساد والقسوة وعدم الصدق عندما تقول إنها راغبة بالعودة إلى الثكونات. وواجه المدنيون بمن فيهم حمدوك الذين قبلوا التعاون مع العسكريين نقدا واضحا، وتم تحديد موعد للانتخابات في عام 2023 مع وجود الشكوك بعقدها وسماح الجيش بها أصلا، مما يعرض قادته للمحاكمات على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وكذا التعاملات التجارية الفاسدة. ولا يعرف إن كان العسكريون يبحثون عن بديل لحمدوك، مما يعني عدم قانونية التعيين بناء على الوثيقة الدستورية. ويأمل كثير من السودانيين بأن يؤدي الضغط الدولي والاحتجاجات الشعبية إلى إجبار العسكري على التفاوض والتخلي عن السلطة. وكان البنك الدولي قد علق صرف 2 مليار دولار بعد انقلاب شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وهو ما يعرض للخطر تخفيف الدين على السودان من المتأخرات الدولية البالغة 60 مليار دولار. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، بيعت سمكة تونة تزن 211 كيلوغراماً بيعت ب 146 ألف دولار، وذلك في أثناء مزاد رأس السنة التقليدي في طوكيو الأربعاء لحساب طاهن حائز على نجمة في دليل ميشيلان. لكن هذا السعر لا يزال بعيداً عن الرقم القياسي المسجل في سنة 2019 خصوصاً بسبب تبعات الأزمة الصحية.
وقد تراجع المبلغ المدفوع في أول مزاد في أثناء هذه السنة في سوق تويوسو للأسماك في العاصمة اليابانية طوكيو للسنة الثالثة بسبب تراجع الطلب المستمر بفعل الجائحة. هذا وينفق المزايدون أحيانا مبالغ كبيرة لشراء سمكة التونة وهي الأغلى ثمنا والتي ينظر إليها على أنها فأل خير في اليابان، وهي أيضا تكون دعاية قوية للمشتري. قبل الختام اخترنا لكم مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في يوم السبت المقبل في صدى أقلام جديد. إلى اللقاء.